السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في مدونة سلسلة معلوميات. اليوم سنتطرق إلى درس فيما يخص الحمايات. سوف نحمي حسابنا على الفيسبوك ونتحدى به أكبر الهاكر من اختراقه، حيث يجب أن نحتاج أولا إلى إيميل، أي كان جيميل، هوت ميل، ياهو أو أي إيميل آخر، المهم يكون صالح. رقم هاتف. الآن نتوجه إلى متصفحنا، نفتح حسابنا على الفيسبوك، سجل دخول عادي، هنا قد سجلنا الدخول إلى الحساب. الآن سوف نتوجه إلى إعدادات، ومن ثم إلى أيقونة الأمان. هنا سوف نفعل هذه الخاصية، تنبيهات تسجيل الدخول. سوف نتلقى إشعارات على فيسبوك، وأيضا سوف نتلقى على بريدنا الإلكتروني، ونضغط حفظ التغيرات. موافقة على تسجيل الدخول، نضغط هنا. هنا لدي أنا رقمين الهاتف، لدي رقمين، رقم أول ورقم ثاني. هنا يمكنك عندما تسجل الدخول من أي متصفح غير معروف سوف يطلب منك رمز أمان. هذا الرمز أمان يرسل تلقائيا إلى جهازك، وإن لم تكن متوفر على رقم هاتف سوف تستخدمه لدى الرموز، وهو في تطبيق فيسبوك الخاص بالأندرويد. وهنا الحصول على رموز لاستخدامها عندما تكون لا تحمل معك هاتفك. سوف تقوم بطباعة هذه الأرقام، هنا ستضغط على طباعة وسوف تبدأ الطابعة بطباعة الأرقام، وسوف يطلب منك إدخال أي رقم. مثلا على سبيل المثال سوف يطلب منك الرقم 7 أو رقم 4 أو غير ذلك. هنا أداة إنشاء الرموز تقوم بوضعها كما تريد. وهذا ما لدينا فيما يخص درس اليوم. الآن سوف نبدأ بالتجريب. سوف ندخل إلى حسابنا، سوف نحاول الدخول إلى حسابنا على الفيسبوك من تطبيق أوبرا. ننتظر كما يفتح المتصفح، لقد فتح معنا. نتوجه إلى موقع الفيسبوك لنسجل الدخول إلى حسابي. ده حساب آخر. لدي متصفحين، متصفح للهاتف ومتصفح آخر للحاسوب، أسجل بهما الدخول إلى حسابي. لكن إذا تسجلت من متصفح آخر فلا يمكنني ذلك. الآن سوف أسجل الدخول إلى حسابي لترى ماذا سوف يحصل. هنا قد أدخلت البيانات الخاصة بي. انظروا هنا، حدد مكان استلام رمز تسجيل الدخول الخاص بك. يرجى تحديد رقم الهاتف حتى يتمكن من إرسال رسالة نصية إليه تحتوي على رمز تسجيل الدخول. بالطبع عندما تضغط متابعة سوف يرسل لك رقم يتكون من 6 أرقام إلى هاتفك، وأنت تقوم بالدخول إليه. يمكن ثم تضغط متابعة لتتمكن من الولوج إلى حسابك. هنا لقد توصلت بالرقم وسوف أدخله عادي، لكن أنا لا أريد ذلك. والفكرة هي عندما يأتي الهاكر بكلمة السر الخاص بك ويسجل الدخول عادي سوف تظهر له هذه المشكلة، وهي التحقق بخطوتين. لذلك لا يمكنه الوصول إليك إلا عن طريق اختراق هاتفك. وإذا أراد اختراق هاتفك سوف يصعب عليه ذلك. الآن عندما دخلت إلى المتصفح المعتاد عليه الذي أدخل إليه دائما، أتلقى إشعار بأن جهاز آخر حاول الوصول إلى حسابي، وأنا سوف أضغط عليها. هنا يطلب مني: حاول أحد الأشخاص مؤخرا تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز كمبيوتر أو متصفح هاتفك المحمول غير معروف، تم قفل حسابك مؤقتا لأنك قمت بتمكين عملية الموافقة على تسجيل الدخول. يرجى اتباع الخطوات التالية لاستعادة الوصول إلى حسابك. نضغط على متابعة. هنا سوف يقول لك نوع الجهاز وأي مكان دخل إلى هذا الجهاز. بالطبع أنا أقطن في الجزائر.
هنا جهاز أوبرا هذا المتصفح الذي استخدمه، واليوم هو الساعة. إذا كنت أنت فتضغط كنت أنا، وهنا يضغط لك خيار حفظ المتصفح وعدم حفظ المتصفح. حفظ المتصفح هو عندما تريد مجددا الدخول من هذا المتصفح لن يطلب منك التحقق من حسابك أو إرسال رقم. عندما تضغط على عدم حفظ المتصفح فلن يتسنى لك الدخول إلى حسابك بعدما إلى أن تقوم بوضع الخطوات السابقة، إرسال رمز إلى الهاتف ثم إدخاله في الموقع. لهذا أنا أضغط على عدم المتصفح لأني لا أريد أحد آخر أن يسجل دخوله من هذا المتصفح. وهذا فيما يخص درس اليوم، أتمنى أن يعجبكم، لكن لا تبخلوا علينا بزر لايك لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. هذه صفحتنا سيسلي معلوميات، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك، وحاولوا فقط أن أجمع لايكات للصفحة لكي تعم الفائدة على الجميع. لدي 105 تسجيل إعجاب. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الصفحة، وأتمنى لكم رمضان كريم. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.